بارك الله فيك، شكرا لكم وشكرا على بانكم جيتوا لافون بروميير ديال لو فيلم ديال طفح الكيل ديال المحسن البصري. مرحبا بكم. ليستوار باش نهضر على ليستوار عاد ندوز للدور ديالي، هو ديال واحد الكوبل اللي جاي من 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 واحد امبتي فيلاج، عندهم مشكل ديال الولد ديالهم مريض بواحد المرض اللي صعيب بزاف، واللي تيقلبوا على حل ليه وتيجيو لمدينه كبيره وتيجيو لواحد لوبيتال بوبليك باش يقلبوا، وتيوليو تيخصهم بزاف ديال الفلوس باش ينقذوا هذا الابن. وعنده الكوبل الراجل عنده واحد الاخ ديالو اللي هو حسين، اللي هو انا اللي كاين في المدينه، واللي كان عنده مشاكل معاه كثيره، ودونك تيقلب عليه واحد الوقت في اخر امل بانه يعاونو. ولو بيرسوناج ديال حسين هو داك البيرسوناج اللي فين ما حطيت دوكينا المشاكل، دونك هذه هي لا توش ان بو كوميك، ماشي كوميك، ما بغاش نقولها كوميك، كوميديا السوداء. نعم، هي الكوميديا السوداء اللي جايبها لو فيلم. وتنظن بان التطرق للموضوع ديال الصحه في المغرب في هذا الفيلم كان ناجح عبر السيناريو ديال محسن البصري وعبر الرؤيه الاخراجيه ديالو. الفيلم خاص يتشاف اكثر ما يتهضر عليه. ايوا وايه الناس حنا غير ناعسين، انا شويه شويه سامعك. بالنسبة للفيلم طفح الكيل، إذا الفيلم سان ويكلو، دونك سا سباس تقريبا 90% من الفيلم كله في مستشفى. فكان الاختيار ديال المستشفى أنه كنت باغي نهضر أنا على المجتمع، على سوسيتي دو مانيير جينيرال، إي دونك لا ميتافور إيتي تو تروفي دو بارلي دون سوسيتي أترافيغ أن أوبيتال، باسكو أون بو ريونيغ تو لي بيرسوناج. إي أو ميم تون جيمي سي مون دوزيام فيلم، سي أوسي لو بروميي إيتي أوسي أن ويكلو. فا جو كخوا كو جيم بيان لي ويكلو فينالمون. وكاين تحدي كبير بيان سور بالنسبه لك كتقرر دير فيلم في مكان واحد او سكون ابيلا ويكلو، سي اون تيرم دو ميز ان سين، سي تروفي لي اسباس، نو با فاتيغي لو سبيكتاتور. بون كونتريرمون او بروميير او سا سباسي دون اون سول ميزون، هذا سي ان اوبيتال ان فيت لاركتيكتور دو لوبيتال في كو لوبيتال دوفيان ان بيرسوناج اون سوا دون لو فيلم. بور موا سي ان دي بيرسوناج دو فيلم. الدور ديالي الدور ديال عبد الحنين، عبد الحنين شو السميه ديالو، عبد الحنين هو الماجور ديال هذاك لوبيتال اللي كيجيو ليه كاع هذوك الناس اللي كنشوفوا ديك الشخصيات، لانه الفيلم هو عباره عن كورال، سي فيلم كورال فيه بزاف ديال الشخصيات، وهذيك الشخصيات كلها كتلقى في هذاك لوبيتال، غير ما هو كتلقى من اجل الاستشفاء، غير صف انه خلال العرض الفيلم كنلقى لان كل واحد جاي مع مشكل مرضي كيولي عنده مشاكل وحده اخرى ماديه واجتماعيه، وهذه هي الاطروحه ديال الفيلم. وسي عبد الحنين هو اللي الوسط، داك واحد السيد اللي كيدخل اللي بغى يدخل ويخرج اللي بغى يخرج، يطلع اللي بغى يطلع، يهود اللي بغى يهود، يعني سي عبد الحنين الماجور ديال لوبيتال.